السائلة تسأل عن الصيام. السؤال تقول: لم أقضي الصيام الذي بقي علي تهاونا مني حتى دخل شهر رمضان، فهل أقضيها بعد صيام الشهر أم ماذا أفعل؟ نعم، أنت أخطأت في هذا التأخير حتى أتى رمضان الآخر، وعليك أن تصومي الشهر الحاضر، فإذا انتهى فإنك تصومين ما عليك من الشهر الماضي، تطعمين عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف عن كل يوم للمساكين كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم.